بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تقديم أخي جزاه الله خيرا، مشيرا في كلمته إلى سن الشباب وما يتعلق بسن الشباب، بدل أن أتحدث قبل ذلك عن مفهوم العمر أو مفهوم السنة، وذلك أن كثرة الحديث عن الشباب في بعض الأحيان تؤدي إلى عكس المرجو من الخطاب، إلى نوع من أحيانا إلى نوع من الارتخاء، نوع من التكاسل، على أساس أننا ما زلنا في مرحلة الشباب وأن أمامنا من العمر الشيء الكثير مما سنسلق منه أعواما وأعواما، فيؤدي هذا إلى نوع من طول الأمل الذي هو في الحقيقة نوع من المرض الذي يصيب العبد المؤمن بالتواكل. ولذلك إذن فلا بد من الإشارة إلى معنى الإنسان حينما نتحدث عن الإنسان. الإنسان إن شئت أن تعرفه فما هو إلا عمر يبدأ وينتهي، له بداية وله نهاية. فإذا الإنسان هو عمره، كل إنسان كل فرد منا إنما هو العمر، أي المرحلة التي يعيشها بدءا بسنة ولادته إلى سنة وفاته، هذا هو الإنسان. إذن نهاية المطاف الإنسان عبارة عن مرحلة زمنية من سنة كذا إلى سنة كذا. وإذا أردت أن تتمنى هذه الحقيقة فما عليك إلا أن تقرأ كتب التراجم. كتب التراجم هي الكتب التي كما هو معروف تعرف بالأعلام من الأدباء والشعراء والعلماء، طبقات التاريخ من الناس. فإن غالب الكتب لا تؤرخ للناس بسنوات المواليد، وإنما تؤرخ لهم بسنوات الوفيات، توفي سنة كذا، لأن سنة الوفاة هي الحقيقة الأساس التي بها نختم عمر الإنسان، إذن بها نعرف الإنسان. ولذلك ألفت كتب في هذا الشأن، كتب تراجم اسمها كتب الوفيات، كتب الوفيات أي تؤرخ للأعلام مرتبة تاريخهم حسب وفياتهم. لذلك هناك كتب اسمها كتب الوفيات. إذن حينما ننظر إلى هذا المعنى، وهو أن عمر الإنسان إنما هو عبارة عن مرحلة زمنية، أو أن الإنسان نفسه الإنسان إنما هو مرحلة زمنية، هذه المرحلة ليعيش فيها ما شاء، 20 سنة أو 100 سنة، ما شئت قدر ما شئت. فالعمر كله طال أم قصر عبارة عن أعوام، عبارة عن أعوام. فلو أردت أن تتأمل لتتمعن وتتفكر وتدبر في المسألة حسابية، فإن الحقيقة مهولة. ذلك أنك مثلا حينما تريد أن تقرر أمرا أو تدبر أمرا يتعلق بسنة سبقت أو لاحقت، يعني ستلحق. نحن الآن في أيام عيد الأضحى، يعني ما زال وقع عيد الأضحى السابق قبل سنة حديث الوقر في وجدانه كأنه كان أمس. وحينما يذكر الإنسان ما سيصنع في هذا العيد أو تفوته بعض المصالح في هذا العيد، بعض المصالح المادية أو المعنوية، كان يريد أن يشتري مثلا الكبشة بكذا واشتراه بكذا وكان يريده من هذا النوع فلم يجده فوجده من النوع الفلاني، فيقول في السنة المقبلة بحول الله سأفعل،
على أساس أنه يرى أن السنة المقبلة أمرها قريب، يعني بعد 12 شهرا فقط، 12 شهرا يكون عيد أضحى آخر. إذن الوحدة الزمنية في عمر الإنسان التي يعتمدها عادة في الأعراف هي السنة، هي السنة، ولذلك نعد له كما عاش من السنوات، ولا نعد له كما عاش من الأيام أو الأشهر. فالوحدة الزمنية للعمر أو للحياة بصفة عامة هي السنوات، لأن الإنسان جرت عادته على أن يعد بالسنة ويقدر بالسنة. والسنة إذن أمرها خطب يسير، يعني قريبة، قريبة جدا، في 12 شهرا تمر السنة. فإذا كان الأمر كذلك بعد سنة ثم بعد سنة ثم بعد سنة، ونأخذ متوسط العمر العام لدى الإنسان في هذا الزمن وهو 60، كما في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، 60 أو 70 رقم ضئيل، 60 أو 70 رقم ضئيل جدا، يعني يمكنك في مجلسك هذا أن تعد 60 من حيث لا تدري، 1، 2، 3، 4، يعني في دقائق معدودات تتم العدد. ومنا من يسبح الله عز وجل 70 مرة أو 100 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مرة واحدة كمل التسبيح، الدورة ديال التسبيح فيها 100 بسرعة، يدور التسبيح بسرعة في يده. إذا العدد 100 أو 60 أو 70 أو 80 عدد يسير، يسير جدا، عدد قليل، 1، 2، 3، 4 قريب جدا. تعد ماذا؟ تعد السنة، هذه الوحدة الزمنية. والسنة إذن أمرها يسير كما قلت. فتقدير الوقت في الحقيقة إذن لدى الإنسان حينما يطول لديه، إنما طوله ليس في حقيقة الواقع كذلك. الزمن ديال الإنسان ماشي طويل في الواقع، فاش كيطول؟ كنقول شي واحد عاش 80 عام، كتقول عاش بزاف، لا ما عاش بزاف، هو قليل. علاش كيجينا عاش بزاف؟ هذه مسألة نفسية، لأن طول الأزمنة وقصرها أمر نفسي، ما يسمى بالزمن النفسي، الزمن النفسي. وإذا أردت لذلك تمثيلا، فعندما تنتظر قريبا لك في القطار أو صديقا لك ولم يبقى لدخول القطار إلا نصف ساعة، كتجيك هذه النص ساعة وأنت كتسنى بحال عام، تجيك طويلة هي نص ساعة، تترقب دخول القطار بعد نصف ساعة ويأتيك الزمن طويلا، الزمن النفسي. فتقدير الإنسان، كل الإنسان وفي جميع الأحوال في الأزمنة تقدير النفسي، وتقديرنا لأعمارنا تقدير النفسي. ومتى يشعر الإنسان أنه لن يعيش طويلا؟ حينما يعيش 60 و70 و80 وكي يتقرب يشوف الله، يتذكر عمره، لا يجد نفسه قد عاش شيئا. لو طفت المدينة وسألت كل شخص في مختلف الأعمار، ده 15 عام، 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، وتسول كل واحد هل له رغبة في الزيادة في الحياة، كل شيء غادي يقول إياه، أنا مازال ما عشت، عجبت، 65 عام. كل الناس يحس بهذا الإحساس. فلذلك إذن حقيقة الأمر أن العمر البشري عبارة عن خطفة أو لمحة، وما كان البشر أبدا مقياسا لتقدير الزمان. تقدير البشر للزمان تقدير غلط، تقدير غلط. فانظر مثلا إلى بعض الكائنات الأخرى كالجن كما ورد في الأحاديث، تعيش الآلاف من السنة. الملائكة تقطع في رحلتها إلى ربها مسافة قدرها 1000 سنة، 1000 سنة من منام، 1000 سنة من أيام الأرضية، ولكن هي في وجدانها
غير بحال مشى منها من لسان ذلك حمرية قريب لا يشعر بذلك. لماذا؟ لأن الملاك ممتد عمره إلى يوم القيامة. يحس الشيء بألف سنة عنده بحال نص عام أربع ساعات وألف سنة. سلخت الأجيال البشرية من الأزمنة الأرضية أعمار متوالية. أم سيدنا محمد كلها الآن 1400 سنة و19 عام. دورة واحدة ملك طلعت السماء 1000 سنة. ولكن تلك الألف سنة هي في مقدارنا الأرضي وليس في مقداره الملائكي. ليس بذلك التقدير، هذا التقدير لنا نحن. وانظر إلى معنى آخر، حشرات عديدات كما تعلمون بعضها يعيش 24 ساعة، 24 ساعة. الفرشة، حد نوع ديال الفرشات، حد نوع ديال الفرشات كتعيش 24 ساعة، كتكون بيضة ثم دودة ثم فراشة ثم تبيض وتفرخ وتنهي عمليتها الجيولوجية وتموت 24 ساعة. بعض الحشرات يطول عمرها حتى كتعيش الدنيا، كتعيش سيمانة 8 أيام. كالذبابة البعوضة أسبوعا، دورها الأسبوع في اليوم الثامن إن قدر لها أن تعيش إلى اليوم الثامن. عرفوا كذبون تقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأل، كما قال الشاعر العربي القديم في الجاهلية. عشت 80 عام وحب راسه. الذبابة أو الحشرة تقولها في يومها الثاني سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأل. فبالنسبة لها في تقديرها للحياة وفي عمق وجدانها ومشاعرها واستغلالها للوقت في زمنها المقدر تجد نفسها قد عاشت. كتحسب لها عاشت بزاف، هي ما عاشت بزاف ولا اسبوع. ثم نقدر لانفسنا ان الانسان الذي عاش 80 سنة قد عاش كثيرا، لم يعش كثيرا ابدا في مقدار خلق اخر او كون اخر. الزمن إذن في نهاية المطاف نسبي، يكون على يقين. كلكم جميعا قطعا تحسون أنكم تريدون أن تبدأوا الحياة، ماشي كتحسوا بلا بعد بديتوا، لا كتحسوا بأن عاد باغيين تبدأوا. ولكن هذه السنوات اللي عشتها من نهار بزت فين مشات؟ علاش باغي تحس الآن بأنك عاد بديت؟ أين مضى عمرك الذي فات؟ سريع كاين والو. كذلك سيمضي وقت اخر، كن على يقين، 20 سنة أخرى أو 16 سنة أخرى ستمضي كما مضت السابقة. وهذا يجربون كل من عاش فترة لا تشعر بها. كيما دازت 20 سنة بحال الطرشة، دوز 20 سنة أخرى بحال الطرشة، ما كاين تفرق. إن 20 سنة هي 20 سنة، أش الفرق بين 20 سنة الأولى و 20 سنة الثانية؟ فقط أن الأولى كتقول راه عندي 20 عام والثانية كتقول عندي 40 عام، هذا الفرق. أما من حيث الإحساس الوجداني كونوا على يقين أنه لا فرق. وهذا كلام أقوله هنا بإذن الله عز وجل سيقدره نفسيا كل من سيختم من عمره الأربعين بعد 20 سنة أو أزيد حسب أعمار الأخوة الحاضرين. ثم بعد ذلك تمر 20 آخر أخرى السابقة فإذا بها 60، وهكذا سنوات وينتهي العمر. إذن قصدت بهذا أن أقدر أمر أن أغلى ما يملك الإنسان فعلا هو عمره، أو هو عمره، لأن العمر هو الإنسان بداية ونهاية. فأعجب إذن بشخص يقول تعالى نقتل الوقت، نقتل الوقت الحوار أو العطلة
يستشعر الإنسان أنها افترق من له اعترف من عمر كل لفظتي كل وضتي كل خفقتي من قلبي تسلق منك جزءا من العمر. ثم قال الشاعر المصري أحمد شوقي رحمه الله: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. الدقات التي نستشعرها في قلوبنا تنبض دقة دقة وخفقة خفقة هي ساعة. الساعة أمامك تسلخ كل ثانية كل دقيقة من الزمن ماضيا، والماضي لا يعود. ولذلك لن تستطيع أن تعيش لحظتك الفارقة أبدا. عمرك ما يمكن لك تعيش في الوقت اللي مشى اللي مشى راه مشى. زمن ما قبل دقيقة لن يعود أبدا. وجدانك إحساسك كونك فيه لن تكونه بعد ذلك أبدا. بمعنى أن البارح مش هو اليوم ومش هو غدا ومش هو البارح. كل لحظة تمر لن تتكرر أبدا، لأنك لا تستطيع أن تعيش اللحظة واحدة مرتين. لا تستطيع أن تعيش اللحظة الواحدة مرتين إطلاقا. ولذلك قالوا في الفلسفة القديمة: لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين. بالفعل من المبادئ المنطقية الكونية السليمة لا نقاش فيها. لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين، ولن تستطيع أن تعيش لحظتك مرة واحدة. فلذلك إذا تظهر قيمة العمر كل على أساس أنه هو الإنسان. فبمجرد ما يعي الإنسان هذه الحقيقة يحس بالفعل أي جريمة يرتكبها حينما يقتل الوقت، لأنه حينئذ يقتل ذاته، ينتحر ببطء من حيث لا يدري. قتل الوقت، قتل العمر، إذا قتل النفس، وهذا حرام في منطق الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نقتل الوقت، إذا نقتل العمر. العمر أعطانا الله إياه، فليس لنا الحق في أن نقتله، وإنما يجب علينا أن نعمره. العمران العمل، نعمر الوقت عمرانا. فإذا العمر الطويل حقيقة لا يوجد إطلاقا. نوح عليه السلام حينما عاش 1000 سنة إلا 50 كما ورد في الأثر، سئل كيف الحياة بالنسبة إليه؟ قال: الداخل من باب والخارج من باب آخر. 1000 سنة قبل 50، 1000 سنة غير جنحة ديال المال أطلع لا قيمة له. الداخل من باب والخارج من باب آخر. من هنا إذن كان العمر الحقيقي للإنسان ليس هو الوقت إطلاقا. العمر الحقيقي للإنسان مش هو الوقت. عمر الإنسان الحقيقي هو العمل. ولذلك بهذا المنطق يمكن أن نتحدث عن مفهوم آخر للزمن بدل هذا المفهوم السيء، لأنه مفهوم يصيب الإنسان بالإحباط. هذا المفهوم يصيب الإنسان بالإحباط. ما كتشوف راسك عاد تولد وعاد غادي تموت تتخلع ولن تستطيع أن تفعل شيء، ستصاب باليأس والتشاؤم. ولذلك وجهنا الدين إلى حقيقة كبرى، وهي أن الأعمار لا توزن بالأوقات ولكن توزن بالأعمال. قلت المعنى الآخر الذي نتحدث من خلاله عن العمر ليس هو الطول ولكنه العرض. ولذلك وصفت الجنة بأن عرضها لها عرض، ولم يقل لها طول، عرضها كعرض السماوات والأرض. عجيبة عرضها مش طولها. علاش؟ هي طويلة ممتدة في الزمان إلى اللانهاية، ولكن الأهم من ذلك هو العرض. هو العرض، العرض مع
معناه أنك يمكنك أن تعيش اللحظة مرتين بل مرات متعددات. عرض الطول يدل على تناسخ الوقت، ذاك اليوم غدا وغدا آخرين، الزمن متحرك. العرض هو الزمن الثابت، ترك بقية زمن جدا العرض. فمعنى العرض يعني أنك تستنزف وتستهين وقتك كاملا وهو وقت فسيح. فإلى أي حد يعيش الإنسان عرض عمره؟ أما طوله فيعيشه حتما، طول العمر غدوزو غدوزو، ولكن العرض هذا الذي يعيشه القليل منا. العرض فتعطلك واحد المساحة باش تستغلها. تمشي انت مثلا فرض العرض ديال القاعة وهذا، يقول لك ودي راه عندك مثلا واحد الماكلة، دير واحد مثال مادي، واحد الطعام شاد من ليه، واحد الماء إذا فيه أطعمة وفواكه مختلفة شاد من ليه، تاني وغادي بالطول. كاين اللي كيختار ياكل شد واحد الموضع في العرض، ولكن ما كيمشيش على عرض، كيمشي طول سينتهي بسرعة. ولكن حينما تستغل وتستنزف كل العرض، تاكل هنا وهنا وهنا، انت غادي تتكمل العرض ديال البلد، عاد زيد من البلد طول، ستعيش طويلا وتستفيد طويلا، لان العرض هو العمل الذي تنجزه في الوقت. 24 ساعة كم تنجز فيها من العمل؟ ان لم تنجز شيئا فلم تستفد من العرض اي شيء. ان انجزت عملا واحدا فقد استنفذت او استفدت من العرض حيزا واحدا، وان عمرت الوقت بالاشغال والاعمال كل العمران فقد استفدت من الوقت كله وعشت عمرك عرضا عرضا لا طولا طولا بحسب. ولذلك هذه الحقيقة نجدها حينما نقرأ، كما بدأت هذه الكلمة، نقرأ كتب التراجم، كتب التراجم. وهذه مسألة قلت تأملها في المستقبل العملي، لما تشوف الشخصية لامعة كبيرة العلماء الإسلام الكبار يعمروا الدنيا، لو الكتب المؤلفات والبحوث كدار عليهم يعني واحد الشكل يعني عجيب، حرص شوف فوق الزاد وفوق شمت، حرص تعرف العمر ديالو شحال عاش. واعطيكم امثله التعجب. الامام الشافعي ملأ الدنيا بكتابه الام وكتابه الرساله، واسس مذهبا فقهيا ملأ الارض اكثر من المذهب المالكي، من حيث المساحه اللي عمر بها الشافعي الدنيا عبر التاريخ، والان اكثر من المذهب المالكي. مذهب الشافعي عاش 53 سنة فقط، 53 سنة شحال من 53 سنة، ومع ذلك عاش عرض عمره فأنتج التاريخ، أنتج التاريخ. الإمام حسن البنا رحمه الله كل الصحوة، أقول وأنا أعني ما أقول، كل الصحوة الإسلامية المعاصرة يرجع الفضل فيها بعد الله إليه. حركات وجمعيات تكون في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه، في المغرب، في المشرق، في أوروبا، في الكرة الأرضية كلها، كان السبب إلى الصحوة حسن البنا. عاش بضع أو بضعا وأربعين سنة ملأ الدنيا. الشاعر أبو القاسم الشاذلي بضعا وعشرين سنة، ايه هاد الجيل ديالك؟ ملأ الدنيا. هؤلاء كانوا يعيشون عرض أعمارهم وليس الطول. إذا حقيقة العمر في الشباب، في الكهولة، في الكهولة، في الشيخوخة، فيما شئت، إنما هو العرض. ولماذا امتاز الشباب؟ علاش الشباب عنده قيمة كبيرة؟ لسبب واحد، هو أن طاقة الإنسان فيه من القوة بحيث يستطيع أن يستغل كل العرض، وفي مرحلة أخرى لا تستطيع.
واحد لقط فراغ ما غاديش تقدر تعمر العرض ديال المويه. الى عندك واحد الحيز ديال مثلا بالقياس المادي كرمز ديال 6 متر ديال العرض، واحد لقط فراغ يلاه تقدر واحد 3 متر، 3 متر اخرى كبعد تقدر توصل الجهد كيبقاش الجهد ديال الصحه ديال العقل الذاكره ماشي حتى كيشوف بنادم لا. يعني الناس في الثاني من 30 سنة كيبدا الإنسان النقصان من الطاقة من الحيوية الكامنة خلفه أو داخله، ثم إذا امتد به العمر أكثر تنقص قدرته أكثر على استغلال العرض، هو غادي ينقص حتى كيوصل لواحد المرحلة اللي كيبدا يتسنى النهار اللي يموت فيه، ليه كيتسنى؟ كيجي هذا الإحساس الوجداني للإنسان. فإذا من المصيبة بالفعل من الكوارث الكبرى أن المرحلة التي ينبغي للعبد للإنسان أن يستغل كل عرضه وله القدرة الكاملة على ذلك ثم لا يفعل، هذه مصيبة. ثم لا يفعل، هذه مصيبة. الإنسان بعد 30 سنة إنما يعيش ثمار 30 سنة السابقة، خذها مقطوعة يعني يقينية. بعد 30 سنة ما كتبقاش تعيش وتستفد من داكشي اللي كدير ديك الساعة، لا كتستفد من داكشي اللي درت من قبل. من لم يتعلم فلن يتعلم بعد 30 سنة، مازال ما قراش عمره ما غادي يقرأ، عمره ما غادي يقرأ. كيف عمره ما غادي يقرأ؟ وهذه تجربة كنشوفها بعيني الآن. يعني إن كان يقرأ يتعلم الكتابة إذا ما كانش قرأ، ولا قرأ كيعرف يكتب ويقرأ، ولكن عمره ما غادي يكون منتج، عمره ما يولي عبقري، عمره ما يولي مفكر، لأن المرحلة اللي كان يخزن فيها دازت وما خزن فيها والو. يعني إنسان يعني وصل 30 سنة في عمره وقال عاد دابا أنا غادي نتكون، مشى صح، ما يمكنش مستحيل. أي قراءة ينبش يعني، ولكن لن ينتج، لن يصبح مؤثرا في الحياة، انتهى. يعني حتى في علم المستقبليات، علم المستقبليات كيتكلموا الناس على واحد المرحله زمنيه من المستقبل القريب، كيقولوا ديال المستقبل القريب هذا تحسم السنوات السابقه، يعني سنه 2000 حتى 2004 و6 الناس اللي كيهتموا بهذه المستقبليات 2000 حتى 2006 كيقولوا يعني المعالم الكبرى السياسة الدولية، الاقتصاد، طبيعة المجتمعات، تقدم وتأخر، المعالم الكبرى ديال الدنيا في المرحلة تحسم في التسعينات، تحسم في الفضاء، ترسم، فلا يمكن تغييره بالكلية، ولكن يمكن أن تزحزحه قليلا هكذا أو هكذا، أو تقلل من خطبه أو إلى آخره، ولكن لن تستطيع تغيير الخارطة بالكامل إذا قدر الله للحياة أن تستمر، هذا معلوم طبعا. ولذلك أقول يعني 30 سنة الأولى هي مرحلة رسم عمر الإنسان من حيث الإنتاج والعبقرية والتأثير والقدرة والقوة والتفاعل الاجتماعي. فمن لم ترتسم شخصيته في المرحلة الأولى من حياته فإنه لن يعطي شيئا بالإطلاق في المرحلة الثانية من حياته إن قدر له أن يعيشه. إذن 30 سنة الأولى هي وقت حسم، حسم وقت حسم، فهي إذن 30 حيد منها 10 ديال الطفولة مرحلة اللعب. أنت ما تدرس الوعي مستوى لا
تستطيع أن تفعل شيئاً إذا قلت 20 سنة فقط. 20 سنة هي الوحدة الوحيدة الموجودة في عمر الإنسان لصناعة شخصيته العلمية، الاجتماعية، التأثيرية، الدعوية، ما شئت. إذن مطلوب بمنطق الواقعي، ولا أتكلم بمنطق الشرع. منطق الشرع هذا معروف من باب أولى، ولكن بمنطق الحساب المادي الواقعي، أن يستغل الإنسان المرحلة الأولى من عمره أي استغلال، وينتج ويقرأ ويتفاعل مع حركة المجتمع لصناعة شخصيته. العناصر البشرية القيادية بالمجتمع التي يمكن أن تؤثر كتصنع هذا المرحلة هنا كتبان مخايلها، مخايل العبقرية أنها تبان. فإما أن تستغل جيدا الآن أو لن تستغل بعد ذلك أبدا. ومن هنا يبدو بالفعل مفهوم الشباب ما هو مفهوم الشباب، فآل الأمر إلى أن مفهوم الشباب يعني مفهوم الإنسان، مفهوم العمر، كل العمر، لأن بقية العمر، كل بقية العمر أساسها هو مرحلة الشباب. إن استفيد منها أنتجت ما، إن لم يستفد منها لن تنتج شيئاً إلى يوم القيامة، وسيبقى الإنسان يعيش على هامش المجتمع، على طول لا على عرض، على طول لا على عرض، فيموت وقد مات قبل أن يموت، لأنه لم يؤثر، لم ينتج شيئاً، مات قبل أن يموت. فلذلك إذن قلت كان مفهوم العرض هو الوصف الأليق بالجنة، عرضها كعرض السماوات، مفهوم أليق، لأن امتدادها من حيث استفاد المتع لا ينتهي، تتمتع بالمتعة الواحدة مرات ومرات ومرات، ولا تجد المرة السابقة تشبه المرة اللاحقة في شيء اطلاقا، بسبب أنها لها عرض. لا يمكنك أن تسبح كما قلت في النهر مرتين كما قالوا في الفلسفة القديمة. إذن أول شيء ينبغي للإنسان المسلم أن يعيه هو ذاته. إذا كنت إذن هذه مسألة وجودية، يعني قضية مصير، قضية حياة أو موت، قضية عمر، قضية مآل، مسألة وجودية. إذا كانت المسألة وجودية إذن فإن أول شيء ينبغي أن نصبره ونغوص فيه هو أنفسنا. كل واحد يدخل في راسه، كما قال عز وجل، هذا المعنى موجود في كتاب الله، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا، لأن القضية قضية ذات، كل نفس بما كسبت رأي قضية ذات. فقيامك فردا الواحد مع رسول هو الأصل، ليفكر في نفسه وليقرر لحياته كيف ينبغي أن تكون، أفي هذا الاتجاه أم في ذلك الاتجاه. والثنائية إنما تطلب أحيانا للاستعانة بالرأي في الأمور الشخصية، عادة تكون شي حاجة عندك شخصية داخلية، شخصية شخصية ما تقدرش تقولها للناس، كنت شي واحد صعب تخلص له، يخلص له ثنائية خاصة، كأنه هو نفسه أو كأنك أنت إياه، فتبث له بما تشعر به وتستشيره في الأمر، وإلا القضية قضيتك أنت لا قضية غيرك، أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر.
إذن بما أن المسألة مسألة ذات، فهناك إذن الذات الفردية والذات الجماعية، لأنني حينما أفكر في ذاتي يعني أجد أنني كائن بشر محكوم حكما وجوديا بمقدار أو بقدر هو العمر، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العمر حارس الأجل، أو العكس، الأجل حارس العمر. لم يكن يريد أن يتخذ له حارسا يحرسه بعدما قتل قبله عمر بن الخطاب وعثمان، فقيل له اتخذ لك حارسا قرطه، قال: الأجل حارس العمر، الأجل حارس العمر. فإذن بما أنك كبشر محكوم بهذه القضية القدرية، فأنت تحتاج إذن من حيث الذات إلى أن تصنف نفسك جماعيا بعد التصنيف الوجودي، التصنيف الوجودي بشر يبدأ وينتهي. عمر كاذب نسبي، عمر مبني على مفهوم نفسي كما بينت قبل قليل وفصلت. إذا كان ذلك كذلك، فنحتاج بعد ذلك إذن إلى عمران العمر عرضا. كيف نعمره عرضا؟ لا بد لنقوم بذلك وندرك أننا نعمر العمر عرضا من تصنيف الجماعي للذات. أنت من؟ تنتمي إلى من؟ تنتمي إلى من؟ إلى مجموعة البشرية حضارية، يعني حضارة معينة. حينما تصنف نفسك إذن وبالطبع أنك مسلم تنتمي إلى بيئة معينة، وليد تراث معين، فأنت مضطر، أحببت أم كرهت، إلى ضرورة الوعي بهذه الذات الجماعية. وعدم ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة في الشخص، وهو مرض النفس. وهذا المرض منتشر اليوم أيما انتشار في صفوف الشباب خاصة، حتى في صفوف الكبار، ولكن الشباب بشكل كبير. وهذا هو الذي يفسر ما يسمى بظاهرة التقليد الأعمال الغرب. علاش كنشوفوا الشباب يعني كيقلدوا النصارى؟ الإشكال ديالهم، اللعب ديالهم، التحسينة ديالهم، كل شيء، الألبسة، علاش كنقلدوهم؟ نقلدهم لهذا السبب، هو أننا لا نثق بالذات، ما عندناش الثقة في راسنا. علاش ما عندناش الثقة في راسنا؟ لأننا ما كنعرفوش راسنا. وعلاش ما كنعرفوش راسنا؟ لأننا عمرنا ما فكرنا في راسنا. إن فكرت في الذات ستعرفها، إن عرفتها حتما ستثق فيها، لأنها ماشي سهل، خصك تعرف. إذا وثقت بها مثلتها، اللي كتثق بذاتك كتولي عندك واحد الإحساس ديال اعتزاز بالذات. إذا الذي يقلد مشكلته أولا أنه لم يفكر في ذاته. عمرنا جلس مع رسول دار هذه التأملات الوجودية ثم الحضارية التصنيفية، لم يفكر في ذاته، وبالتالي لم يستطع أن يعي ذاته، كيجهل الذات ديال الحضارة. فإذ لم يستطع أن يعي ذاته فقد الثقة في ذاته. علاش؟ لأننا حينئذ إذ لا نعلم الذات، لا نعرف منها إلا هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. حينما نجهل الذات الحضارية عبر التاريخ، سنعلم منها جزءا حتما بالضرورة بالواقع. اللي ما تفكرش وما عرفش الذات ديالو غادي يعرف واحد الطرف، هو أسوأ طرف، هو ديال هذا الزمن. الذات الحضارية اليوم المنهزمة، المنكسرة، الذليلة، الوبيئة، هي التي تعلمها بمحض النظر، السماء، أجهزة الإعلام، كل المجتمع. فإذا الطبيعي بما أنها جزء مشوه ستفقد الثقة فيه، وهذا يحصل لأي واحد. لو أنني لا أعلم حضارتي تاريخيا، ولم أقرأ كتاب ربي ولا سنة نبيه ولا آخره،
ممكن جعل الأمل بالإسلام لك الإسلام وهذا المجتمع عوش يمكن رديء رديء جدا. سأفقد ثقتك وأطلب إذن ذلك الغير قوي لأن هذا مشكلة فقدان الثقة في الذات لدى الشباب ولدى غيره، فيتمنون لو كانوا هم الآخرين. وهذا هو سر التقليد. علاش كنقلد؟ كتقلد نفسيا من حيث لا تدري، مثلا لا شعوري كتمنى تكون فرنساوي، عارف راك ما تقدش ولكن كتمنى. إذا بما أنك تتمنى ولا تستطيع فأنت تتشبه، تتشبه. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، لأنه تمنى أن يكون منهم. واحد الصحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ودي بغيت الجنة، قال له واش درت ليها؟ الحاجة اللي درت هي أنني أحب الله ورسوله، قال له أنت مع من أحببت. إذا هو في الجنة بتصنيف وجداني، أنت مع من أحببت. فهذا الذي أحب الغرب أو أحب النصراني هذا الواقع، لماذا أحبه؟ تمنى لو كان هو إياه. ولذلك هذا الإحساس تتوجده صفوف الفتيات كثير. الفتاة خاصة أكثر من غيرها تجد عندها هذا الجهل الكبير، ولذلك ترى المشكلة فيما يتعلق بأصباغها وألبستها وأحكامها، كل ذلك تتخيل نفسها فرنساوية. ست لا تثق في صمرتها أو قدرتها، يعني اللون العربي العام المشتهر صمرة أو خضرة. خضراء كي يقولها الناس في المناطق الجنوبية اللون القمحي، هو اللون العربي الإسلامي المشهور الأجل. ما رضياش بكذا تقول ليش تكون هكذا؟ دي عقدة نفسية وبالدراسة لا تستطيع. إذن ما المقياس الذي جعل الآخر أفضل منك؟ هو فقدان الثقة بالذات. وإلا لو كان العكس هو الصحيح، يعني لو راك يوقع العكس أيضا حضاريا، حينما كانت الأمة الإسلامية غالبة غالبة كتب التاريخ الحضاري تؤرخ أن العائلات الأرستقراطية في فرنسا، فرنسا ما تخلاش الإسلام كريم وصلت الحدود عكس شي مدن تما ولكن خرج الدخل. حينما كان الإسلام مسيطرا في الأندلس، شوف الوضعية ديال فرانسيس في هذاك الزمن كيف كانت. العائلات الأرستقراطية طبقات برجوازية الحمد لله وكذا على الزمن ديالهم كانوا كيقلدوا في الألبسة ديالهم الألبسة العربية الإسلامية، كانت هي الموضة. وتتكلم نساؤهم باللغة العربية قلوب تماما. علاش؟ كان عندهم فقدان الثقة في الذات، كيتمنوا حتى هما يكون كانوا قوحين بحالنا وصمر وخضر. المسألة إذا ترجع إلى الفراغ، ملي كنشوف شي شاب قوسطو بدو قداش غادي في الطريق ديال السماعات ما كيسمع لا كلاكسون لا والو ديال التحسيسة ديال القلب، خلا بأن المخ ديالو خاوي يقلد. وش في قواعد الله عالم هي الإحساس مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا مرض نوع من التخلف العقلي، كبرت صحته وعقله ما كانش كيكبر، كان في إجازة عطلة تلقى راسو دار 20 عام ولا 30 عام والعقل ما جاب له خضر. هذا واقع. المشكلة إذن تحتاج إلى أن نعيد تقرير قول الله لأنفسهم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا تفكر ذات الباطن ما بصاحبكم من جنة، من درى مش أحمق، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. المسألة مسألة وجودية تتعلق بمصير الإنسان في هذا الكون،
ثم تتعلق باختيارات حضارية. أنت من؟ ضرورة أن نجيب عن هذا السؤال، والجواب لا يكون بكلام، لا قيمة للجواب اللفظي، الجواب بالتصنيف العملي للذات. أنا من؟ أجوبك بالخدمة، أجيبك بسلوكي، بانتمائي، بصلاتي، بصيامي، بدفاعي عن ديني، بالعمل على تصحيح أوضاعي وطني الدينية والتدينية، حينئذ أجيب أنا من. ولذلك أنا شخصيا كان أحترم جدا الأحزاب الأوروبية المسيحية، لأنها أكثر وعيا من غيرها بذاتها. كان واحد فيلسوف فرنسي بقي عايش الآن متديرنا، عنده واحد نظرية كتسمى نظرية الاختلاف. الاختلاف، هذه النظرية ديال الاختلاف ماشي الاختلاف يعني أنت بشكل وأنا بشكل بمعنى اللغوي، لا، يعني الاختلاف أن الإنسان فطر على التباين الحضاري، وأنه لا يمكن أبدا لثقافة أن تلغي ثقافة أخرى، وأن الوضع الطبيعي للكون هو التوازن الحضاري من حيث الاختلاف. وذلك قبل ذلك هو قول الله عز وجل: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. توازن اختلاف الحضارة. فإذا من الحمق ومن البلاد ومن الخواء الفكري أن يحاول الإنسان أن يكون هناك وليس هو هناك، وليس هناك يعني بالمعنى الجغرافي ولكن بالمعنى النفسي، الذي عايش بيئة حضارية معينة ويحاول أن ينسلخ منها كلية ليتمثل وهما، هذه توهم يتمثل وهما أنه من بيئة حضارية. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا مراشدا ويهدينا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولعل في خير إن شاء الله.